ما إن تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن جثة من الجنود الثلاثة الذين قتلتهم هجمة على قاعدة أمريكية في الأردن، حتى أعطى أمرا للجيش بالرد المنتظر. ضربات جوية استغرقت 30 دقيقة فقط، وركزت على 85 هدفا في 7 مواقع في سوريا والعراق، مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له. واستخدمت القوات الجوية الأمريكية في هجماتها 125 قذيفة دقيقة التوجيه، ضربت بها 3 منشآت في العراق و4 في سوريا، شملت مراكز قيادة وسيطرة ومقرات استخباراتية ومرافق تخزين أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة. هذه الضربات قالت عنها قيادة العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إنها حققت أهدافها بنجاح، وأعربت عن ثقتها بأنها كفيلة بإضعاف قدرة الموالين لإيران على مهاجمة قواعد واشنطن في المنطقة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اعتبر أن هذه الضربات مجرد بداية، وأن بلاده سوف توالي عملياتها ضد الميليشيات الإيرانية في المنطقة، مكررا تصريح الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات تطال القوات الأمريكية أو مصالحها في الشرق الأوسط. لكن بايدن شدد في الوقت نفسه على أنه لن ينوي الدخول في حرب مع إيران نفسها، ولا يسعى لإشعال أي صراع في أي مكان بالعالم. رغم ما أطفته الضربات الأخيرة من تصعيد بالمنطقة الملتهبة بالفعل،